منصفنا اطر تاسيس نقابه في شركه نقل المدينه سنه 2017. هاد الناس هادو كيحاربوا العمل النقابي. تم الاستئداف ديالنا حنا تقريبا فوق من 32 شخص. فصلونا، فاش فصلونا مشينا تقبلنا المسائل بروح رياديه، مشينا درنا القضاء. هذا القضاء تجئنا ليه، انصفنا من 2017، حكم لنا حكم نهائي. فاذا به تتفاجئوا بانه حنا ما بغاوش هاد الناس يخلصونا في الاحكام ديالنا. فاذا به تتفاجئوا، درنا رساله للعمدة مدينه الدار البيضاء اللي واصي على هذا القطاع، كيقول لنا بان ما عندكم حتى شي حاجه، انتم كنتوا خدامين مع المشغل السابق، معلم بان القانون في مدونه الشغل المغربيه في الماده 19 واضح. هذاك الماده كتقول بانه اذا كان هذاك المشغل مشى كيجي المشغل الثاني هو كيتحمل المصاريف ديال المشغل السابق. دينا لهاد الحكم النهائي، فاذا بين تنتفاجئوا بانه كيسد علينا البيبان. راسلنا الوسيط، راسلنا وزاره الداخليه، راسلنا الوالي، كلشي كيتهرب من هاد القضيه هاد. حنا بغينا نعرفوا واش ماشي من حقنا، عندنا حكم من 2017، حنا تقريبا 32 واحد، ومؤخرا البارح خرجت مذكره كيقولوا بانهم كيتحملوا جميع التراكمات ديال المشغل السابق فيها 250 مليون، وحنا اللي عندنا تقريبا 100 مليون او 120 مليون. هاد الناس ما قاديش يخلصونا، علاش؟ حنا شردونا من 2017 وحنا ما خداميش. هاد الناس كلها الاغلبيه ديال هاد الناس هادو السن ديالهم ما بقى حتى شي واحد باغي يقبلهم. الا ما كنتوش باغيين نعطيونا رزقنا نمشيو بحالنا، هادو هو الطلب ديالنا وشكرا. احنا المشكل ديالنا ان اتخذ فينا القرار ديال الطرد التعسفي بطريقه ممنهجه من 2017. حنا مجموعه من الاخوه ربما غيتجاوز العدد ديالهم 34 شخصا. بالفعل توجهنا للقضاء اللي بطبيعه الحال انصفنا ومنحنا بان نستافدوا من جميع المستحقات ديالنا التابعة للمده الزمنيه اللي قضيناها داخل هذه المؤسسه، لكن للاسف كنوجهوا ناس كيوقفوا وكيعلقوا لنا هذه المستحقات في طريقه عدم التنفيذ. وكنقصد هنا الجهه المباشره اللي كتشرف على النقل الحضري داخل مدينه الدار البيضاء، مجلس المدينه على راسها السيد العمده، ومؤسسه التعاون بين الجامعات على راسها السيده ايمان صابير. هاد الناس هادو اللي اجتهدوا باش يقصيونا من دفتر التحملات، كما ضمن الذي احتوى على جميع معالجه المشاكل المترتبه على المشغل الاول. لكن هنا كنطالبوا وكنعاود نطالبوا باننا مستمرون في هذه الوقفات الاحتجاجيه ولو بالدماء ديالنا. علاش؟ لان ما بقى عندنا ما نخسروا، ما بقى عندنا ما نخسروا. انا وصلت، خاصني نقولها في هذا المنبر هذا، انا وصلت كنعيش في مشاكل عائليه مع الاسره ديالي، مع الابناء ديالي. انا وليت انا يعني انا هو الممول الوحيد عند الاسره ديالي. مادام تقصيت او تحرمت من مصدر العيش الواحد وهو العمل، هنا كنطالب بالناس المسؤولين على هذه البلاد ينفذوا لنا الحكم ديالي اللي طالت المده ديالو اكثر من 3 سنوات، باش نستافدوا على الاقل من هذه المستحقات ريتما نقضوا ما يجب انقاذه. والسلام عليكم. حنا عندنا طردونا طرد تعسفي، قلنا ما كاين باس، صبرنا القضاء والقدر، مشينا للقضاء بطبيعه الحال انصفنا. دابا 3 سنين ما يزيد عن 3 سنين وهي محكومه باسم جلاله الملك، وهاد الناس هادو كيديروا في العاب بهلوانيه باش يحرمونا من الرزق ديالنا اللي هو مشروع. واغلبيه ديال الناس هادو مساكن باغيين باش يتداووا، واغلبيه كيشربوا النور غاز وكيشربوا ادويه ومرض امراض مزمنه، وبغاو رزقهم غير باش يتداووا. وهاد الناس هادو حارمينهم من الرزق اللي هو شويه، يعني اغلب الناس هنا عندهم 12 عام 15 عام. وعلاش طردوهم طرد تعسفي؟ باش يخفوا العبء على الشركه الجديده اللي دخلات، باش يخفوا الحمل، وداروا خطط منظمه نظاميه باش طردونا. ودابا كنطلبوا من الجهات المختصه وكناشدوا جلاله الملك باش يوقف معنا في هذه المحنه، حيتاش اغلبيه ديالنا عندنا التزامات، عندنا كره، عندنا المعول الاساسي والاول ديال الاسر ديالنا هما حنا. هاد الناس هادو
ظلمونا بزاف، لا اله الا الله محمد رسول الله. شكرا. ما دير لا بيدي بلا برجلي، انا عنصر فعال بالعمل النقابي، كنت مندوب عمال سابقا. هاد الناس هادو عيطوا للكاتب العام قال لي خذ الفلوس ومشي في حالاتهم. الان واش دير هاد السيد هذا تيشكل خطر؟ اشنو هاد الخطر؟ حيت انسان منضبط، ما عندي حتى شي خروقات، ما عندي حتى شي عقد. قلت لك لا تمشي عليا السرقه، لا انا ولاد الخوت نشوف حالاتنا. كان عندنا شي حاجه، درنا خروقات في العمل، كان سميتو كان كشي سميتو شي خطا جسيم ولا شي حاجه في العمل، جبدوا هاد الناس جبدوا لينا نشوف حالنا. وحكمتنا حكمتنا المحكمه رسمونا، علاش ما يعطوناش ديالنا؟ وحنا تم الاستفاده ديال فقدان الشغل من لاكيز ما خدناهاش عباد الله. غنوريك دابا من شهر واحد وحنا تنعانيو، هادو ما عطاوناش فلوسنا، لا كيس ما عطاتناش فلوسنا، فاش بغيتي يمشيو؟ دابا وريونا فاش غنخدم انا بهاد البيكي، عطوني شي خدمه عباد الله واعبه والمسؤولين والمواطنين، عطوني خدمه نخدم من دابا. ورجل خدم ومريض خدم، اشنو بغيتو اكثر من هكا؟ هاد الناس راه حكموا عنا بالموت عباد الله، حكموا عنا بالتشريد، حكموا عنا بالقهره، حكموا عنا. راه الله ما تيبغيش هاد الشيء، راه سيدنا ما تيبغيش هاد الشيء عباد الله. رساله اخيره تنطلبوا من هاد الناس يعطونا ديالنا، ما عطونا هاد الشيء، راه غادي نساعدوه فين ما بغات تخرج تخرج. حنا ما بقى عندنا ما نخسروا عباد الله، الاحكام ديالنا ما بقاش عندنا ما نخسروا عباد الله. راه رزقنا مشات، ورزقنا مشى ورزق ولادنا، وجنا ضعنا في عيادنا وكاع كاع بان منطور.